ومازال حديثنا عن رياضة مستمر والتاريخ يكتب بالأحمر بعد تأهل فريق الأهلي والوداد المغربي للمباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا 2023. الأهلي صنع رقم قياسي عالمي في التأهل للنهائيات، 23 نهائي في أقل من ربع قرن، وفي 22 نهائي الأهلي توج ب 17 لقب في القرن الحالي. لو دخلت عملت سيرش كده عن تصنيف الكاف الشهري هتلاقي يا اما الاهلي يتصدر او الاهلي يحافظ على الصداره. خلينا نعرف كل التفاصيل الخاصه بالارقام القياسيه الجديده للنادي الاهلي على المستوى القاري. معانا عبر زوم عبد العزيز ابو حمر الناقد الرياضي. صباح الخير عليك. صباح الخير اخو محمد، وصباح الخير يا جمانه، وصباح الخير لكل مصر، وصباح الخير لكل اهل مصر. يا اهلا بيك يا استاذ عبد العزيز. عايزين نعرف الارقام القياسيه اللي حققها النادي الاهلي بعد وصوله لنهائي افريقيا. طبعا انا سعيد جدا ان اكون معاكم مره ثانيه استاذ محمد، بعد ما صيدتنا المره اللي فاتت وقلت ملك الاحصائيات وانا هقول عليك ملك الشاشات. على اي حال انا بكون سعيد جدا ان اكون في هذا البرنامج اللي بيقدم اعلام مستنير، واحنا بنكون سعداء جدا ان احنا بنتابعكم، مش واحنا على الشاشه كمان، لا، واحنا بنتابعكم كل يوم. النهارده احنا عايزين نقول طبعا مبروك للاهلي ومبروك للكره المصريه التاهل لنهائي دوري ابطال افريقيا امام الوداد في نسخه 2023 اللي هتقام زي ما كلنا عارفين بنظام الذهاب والعوده، وهو ما يوفر يعني اكثر قدر من العداله عن اللي حصل السنه اللي فاتت او في النسخه اللي فاتت بتداعياتها. الاهلي وصل للمباراه النهائيه بجداره، بعد طبعا ما كلنا عارفين ان الموسم ده عانى كثيرا على مستوى طول المجموعات، ولكن في نهايه المطاف الاهلي شق طريقه للمباراه النهائيه، وزي ما انت قلت الاهلي حقق رقم قياسي عالمي. واحنا هنا بنتكلم على الارقام بنكون فخورين، واحنا بنتكلم عن اي فريق مصري سواء الاهلي او غير الاهلي فيما يتعلق بالأرقام المجردة التي تتحدث عن نفسها. الأهلي وصل للنهائي 23 في القرن الجديد، وتحديدا من 1 يناير 2001 أو من نهاية اللي هي السنة بتاعة 2000 اللي يعني محسوبة على القرن الماضي. الأهلي وصل للنهائي 23، فيش نادي في العالم وصل لهذا الرقم، ولذلك احنا بنقول انه طبعا انا بتكلم هنا على النهائيات القاريه. الاهلي وصل للنهائي 23 من ال 22 نهائي، زي ما اختنا العزيزه جمانه قالت الاهلي توج ب 17 لقب، وده يعني نسبه نجاح كبيره جدا، 17 من 22. نتمنى ونتطلع ان شاء الله انها تكون 18 من 23 ان شاء الله. طبعا الاهلي زي ما كلنا عارفين في 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 القرن الجديد فاز ب 17 لقب قاري بواقع 8 القاب دوري ابطال افريقيا و8 القاب كاس السوبر الافريقي ولقب كاس الكونفدراليه، وده يعني مش رقم بس ريكورد، رقم قياسي على مستوى افريقيا، زي ما قلنا هو رقم قياسي عالمي يسجل باسم الاهلي. واحنا بنشوف يمكن في الاحصائيه اللي احنا عملناها، وانا سعيد جدا بانه الارقام بتكون لها وقع مؤثر جدا، انه ريال مدريد اللي اخفق في انه يصل لنهائي دوري ابطال اوروبا هذا 2023 وصل يعني مكانه مانشستر سيتي اللي تاهل للمباراه النهائيه. ريال مدريد عنده 17 يعني لقى 17 مباراة نهائية في عام في القرن الجديد، وبالتالي الأهلي هو سيد الأرقام، وإحنا سعداء جدا نشوف دائما الأهلي بيرتبط اسمه بالكرة المصرية وبين الأهلي المصري. وأنا عايز أقول مرة تانية من خلال الإعلام المستنير اللي بيقدمه برنامج صباح الخير يا مصر، من وعودنا بيه دائما إنه هذه الألقاب القارية لا تحسب باسم الأهلي، لأنه الكاف في نظام وهو النقاط المتراكمة، ويمكن ربما نتكلم عليها في النقطة الثانية، لكن عايز أقول إنه وصول الأندية من أي دولة إلى النهائيات أو تتويجها بالألقاب القارية هو نقاط مجمعة للاتحاد أو للدولة نفسها، ولذلك هي ليست كما البعض عايز يشيع انه الاهلي يمثل نفسه او الزمالك يمثل، لا، الزمالك يمثل الكره المصريه، الاهلي يمثل الكره المصريه، ان شاء الله السنه اللي جايه فيوتشر هيمثل الكره المصريه زي ما فيوتشر وبيراميدز، وان شاء الله كل الانديه اللي هي بتتاهل تمثل الكره المصريه خير تمثيل، ويكون لها مننا كل الدعم على مستوى
حتى على المستوى الرقمي وعلى المستوى الدعم الأدبي والتشجيع طبعاً. واللي مش عايز يشجع ما يشجعش يعني. طيب خلينا برضو نكمل كلامنا عن نهائي الأهلي والوداد 2023. يعني هو نهائي مكرر لنهائي 2022 في دوري أبطال أفريقيا، هل دي أول مرة يحصل فيها نفس الموقف؟ هل أو دي أول مرة يتكرر فيها نفس الناديين في نسختين متتاليتين؟ أنا عايز أقول لك جمانة أنه بمجرد ما الأهلي وصل لنهائي دوري أبطال أفريقيا 2023 على طول على السوشيال ميديا ظهرت النقطة اللي حضرتك بتسأل عليها دي، لأنه الأهلي السنة النسخة اللي فاتت كان الأهلي والوداد، والنسخة 2023 الأهلي والوداد أيضا. أنا عايز أقول إن إحنا سألنا السيستم، أنا يعني بكل تواضع يعني إحنا نفخر بإن عندنا من مصر أكبر نظام إحصائيات في العالم. أنا سألت السيستم فورا وذكرنا إنه كان في 82 نسخة نهائي، نسخة 82 ونهائي نسخة 83، ومن حسن الحظ أو من المصادفة إنه كان الأهلي أحد طرفي العين المتتاليين اللي كانوا بنفس الفريقين، كان الأهلي وكتوكو في 1982 وكان الأهلي وكتوكو أيضا في 1983، ولم تتكرر مرة تانية منذ ذلك الحين إلا في 2022 و2023 الأهلي والوداد، والأهلي والوداد 2022 الأهلي والوداد و2023 الأهلي والوداد. وإن شاء الله رب العالمين مع كل الاحترام طبعا نادي الوداد بيمثل يعني المغرب وهي بلد عزيز وعلى قلوبنا جميعا كمصريين، ان شاء الله الاهلي يحسم هذا اللقب باذن الله رب العالمين. عظيم. استاذ عبد العزيز، ازاي بيتم تصنيف هذه الانديه؟ ويمكن حضرتك ذكرت دلوقتي النقاط المجمعه، هل بتقاس بالبطولات ولا البطوله بيكون ليها عدد من النقاط؟ انا عايز اقول لك اخويا العزيز الاستاذ محمد انه دي نقطه مهمه جدا جدا جدا، خاصه فيما تم يعني من جدال وسجال في الفترة اللي فاتت عن مشاركة الزمالك في كأس العالم للأندية وما إلى ذلك. أنا عايز أوضح بوضوح إنه إحنا عندنا في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عندنا تصنيف اسمه فيفا فايف سوري كاف فايف يير كلاب رانكينج، بالعربي تصنيف أندية الكاف التراكمي 5 سنوات. التصنيف ده بدأ في سنة 2004، احنا بفضل الله يعني، وانا اسف يعني ان احنا طورنا هذا التصنيف وبيشتغل تلقائيا مع الـ مع الـ مع لذلك احنا بعد كل دور، هو التصنيف ده بيبدأ من دور المجموعات، يعني بيصنف الأندية المشاركة بداية من دور المجموعات، ومعروف في نهاية المطاف اللي بيفوز باللقب بياخد 6 نقاط، والست نقاط دي من 2017 بس، كان قبل كده 5 نقاط، وكان قبل كده اللي بيفوز باللقب بياخد، لكن حاليا اللي بيفوز باللقب بياخد 6 نقاط، يعني الأهلي الآن والوداد الاثنين ضمنوا كل واحد خد 5 نقاط، ال5 نقاط دي قوتها في 2023 في السنة اللي هي فيها بتبقى 10، يعني ان الاهلي سوري بتبقى 4 نقاط، يعني الاهلي لحد دلوقتي واخد 20 5 نقاط اسف 25 نقطه، الاهلي لو وصل لو فاز لو دوب باللقب هيبقى عنده 6 نقاط اللي هي 6 في 5، قوه النقطه في السنه اللي فيها اللي الفريق اخذ فيها هذه النقطه بتبقى 5. النظام ده اسمه تراكمي، يعني السنه اللي فاتت اللي هي 2022 بتبقى قوه النقطه 4، واللي قبلها 3، واللي قبلها 2، وهكذا. الان الاهلي يتصدر هذا التصنيف من حوالي 3 سنين بشكل متواصل، بعد ما الاهلي وصل للنهائي السنه دي الاهلي حافظ على تصنيفه. الحقيقه لو الاهلي ما وصلش للنهائي في السنه اللي احنا فيها دي كان الوداد هو اللي هيتصدر، والوداد هو اللي وصل للنهائي كان الوداد هو اللي هيخطف صداره التصنيف، الاهلي هو المتصدر. انا يمكن بعت لكم انه الترتيب، ما اعرفش اذا كنتوا بتعرضوه ولا لا، لكن عايز اقول انه الاهلي بيتصدر برصيد 78 نقطه، يليه الوداد، يليه الترجي، يليه الرجاء، يليه صن داونز، يليه الزمالك المصري، ودخل فيه كمان بيراميدز. الحقيقه مش لاول مره لانه كان بيراميدز موجود من السنه اللي فاتت، بيراميدز يتواجد في المركز التاسع في هذا التصنيف، يعني احنا عندنا ببساطه 3 انديه مصريه في التوب 10 في تصنيف انديه الكاف الشهري التراكمي 5 سنوات اللي احنا اتكلمنا. طيب التصنيف ده بيحسب بناء على ايه؟ هيحسب بناء عليه
وفق قرار من الفيفا الأندية اللي ستشارك في كأس العالم للأندية اللي هي هتقام بنظامها الجديد 32 فريق لأول مرة سنة 2025، وإحنا عارفين إن 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 كأس العالم للأندية 2025 بنظامها الجديد فرق الفورمات بتاع 32 فريق يعني هتحل محل كأس الكونفدرالية وهتقام في أمريكا. طيب احنا عندنا اربع فرق من افريقيا هيشاركوا في 2025. بكل بساطه بطل 2021 اللي هو الاهلي، بطل 2022 اللي هو الوداد، بطل 2023، بطل 2024. هنا الكلام. طيب بطل 2023 قد يكون الاهلي وقد يكون الوداد، ان شاء الله بيكون الاهلي. طب هيكون مين؟ هيرجعوا للتصنيف، التصنيف اللي احنا قلنا عليه واللي احنا قلناه لحضراتكم اللي هو الاول الاهلي خلاص بره الموضوع لان الاهلي مشارك ك 2021، الوداد بره الموضوع لان الوداد مشارك كبطل 2022، الترجي هو ثالث التصنيف في الوقت الحالي، اذا الترجي اللي هيشارك. طيب السنه اللي جايه لو تكرر نفس الموضوع يبقى اللي هيشارك رابع التصنيف، لكن احنا بنتمنى وبنقول لجمهور مصر وجمهور الاهلي وجمهور الزمالك ان احنا نتمنى ان شاء الله رب العالمين انه الزمالك عنده فرصة، لانه انا بشوف انه التعصب خلانا ان احنا حتى ان احنا نزيل فرصه الزمالك. لا، الزمالك عنده فرصه انه ان شاء الله يوصل للنهائي السنه اللي جايه في دوري ابطال افريقيا اللي هو 2024 اللي هيتحدد فيه الطرف الرابع في المشارك لكاس العالم ان شاء الله يكون مع الاهلي ويتنافسوا، واللي يفوز فيهم باذن الله يعني يكون تكرار لقمة القمم سنة 2020. وبالتالي نرجع للتصنيف تاني، التصنيف التراكمي اللي احنا قلنا لحضراتكم عليه ده اللي هو مرة تانية بنقول ترتيبه الأهلي يتصدر هذا التصنيف برصيد 78 نقطة، ثم الوداد، ثم الترجي، ثم الرجاء، ثم سان داونز، ثم الزمالك في المركز السادس. وهذا هو التصنيف اللي بيحسب عليه. النقطه اللي انا عايز اقولك كمان وباكد عليها انه في تصنيف تاني اللي هو بيطلع من نفس التصنيف ده اللي هو تصنيف الاتحاد، يعني كل اتحاد قاري اللي هو الكاف عنده تصنيف خاص بالاتحادات. طيب تصنيف الاتحادات ده بيحسب عليه، بيحسب على ما تقوم به الانديه بتاعته في البطولات القاريه، وبالتالي فان تتويج الاهلي باللقب وحصوله على 6 نقاط كامله اللي هي 6 في 5 ب 30 نقطه في هذا العام، وايضا لو كان الزمالك مثلا وصل لنص النهائي كان هيتجمع عليه، يعني معانا فيوتشر ومعانا بيراميدز ايضا. طيب يعني استاذ عبد العزيز، يعني اظن المقاطعه بتحسب للاتحاد، اظن المقاطعه لكن احنا خلاص يعني نظرا لضيق الوقت، شايف حضرتك انه ايه سبب تفوق الاهلي طبعا ما شاء الله برغم انه ادواته الفنيه بتتغير؟ هو طبعا الاهلي صرح رياضي مصري افريقي شرق اوسطي عريق. الاهلي مدرسه كبيره وخاصه ان احنا بنتكلم على كره القدم، الاهلي طبعا معروف في افريقيا وفي العالم كله بانه هو فريق كره القدم من المعايير العالميه. احنا عارفين طبعا الاهلي هو بيتصدر قائمه دول العالم فيما يتعلق بالالقاب، الاهلي عنده 146 لقب، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يكونوا 147 لقب، والاهلي مدرسه على مدار التاريخ فيما يتعلقه. انا من وجهه نظري المتواضعه انه الاهلي تاثر جدا من بعد 2013 بفعل توحش انا بسميها توحش عصر السوشيال ميديا، وتاثير السوشيال ميديا على الاهلي كان تاثير كبير جدا 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 بالسلب لانه الاهلي هو الاكثر شعبيه. لكن رغم كل ذلك فان ادارات الاهلي المتتابعه والمتعاقبه هي قادره على ان يعني تدير هذه بتحافظ دايما على وحده وتحفظ الفريق الاهلي الرياده. مظبوط طبعا، وبتحافظ على وحده الفريق، وبنتمنى له طبعا كل التوفيق كفريق مصري متصدر هذه القائمه. شكرا جزيلا الناقد الرياضي الاستاذ عبد العزيز ابو حمر، الف شكر لحضرتك.